ماشي. فانا عندي هنا مثلا 3 كوبايات من الرز، هاخد له كوبايه من الخضار اللي هو انا عندي كيس بسله على جزر، هاخد منه كوبايه واحده. عندي هنا بصلايه مبشوره عشان تطعم الرز يبقى طعمه حلو، وكاري وكركم وشويه ملح وشويه فلفل اسود بساط. طبعا هعملها بالزيت او السمنه، مش طبعا الزيت لازم، لا مش لازم، ممكن نعملها بالسمنه عادي. وابدا ان انا ادبلها بس بسيط كده فيها، تدبل حبه صغيرين. لو انا مش عندي البسله والجزر مسلوقين، طبعا احنا موسم البسله، في بسله دلوقتي موجوده، فانا مثلا هجيب بسله مش عندي مسلوقه، بحطها على البصل واحط معاها شويه ميه تغلي الاول قبل ما انزل الرز، لان مش سوى البسله عشان مستوي. لا ممكن لو عملتيها كده وتقولي هتستوي مع الرز، لا الرز سواء اسرع، فيطلع البسله معاكي ناشفه زي ما هي. فالاحسن لو انا عندي البسله طازه وهحط مثلا الجزر برده طازه، يبقى بعد البصل على طول هحطهم واحط معاهم مثلا نص كوبايه من الميه واسيبها تغلي قد 10 دقائق وبعدين انزل الرز وميه الرز بس كده. يعني لو انا عايزاها طازه مسلوقه زي كده لا، هشتغل معاه دي كله مع بعضه على طول. البصله خلاص، هنزل معلقه الكاري ومعلقه الكركم وشوية فلفل اسود، 3 كوبايات من الرز، كوباية من الخضار،